يقول لنا كاع اللهم زدنا علم نتعلموا حنا ماذا بينا نتعلموا دائما تقوي در هذا ما كيتش واحد سيد عليا واحد تقوي در واحد تقوي در هكذا خاوتنا صافي باش تكونوا على بالكم مليح سيد علي درت فوضى ولا درت فوضى كل حاجه تجي عندنا للجزائر باش تعرفوا مليح بلادنا شابه وكل شيء يجي عندنا للجزائر واش هذا حجه مني جاي من اليابان تقول هذا كذاب باش انا نقول بس يقول لكم بلي هذا الحوت يعيش في اليابان وروسلاج ويدخل البحر الاحمر وما يدخل لنا مصر وجي عندنا البهارات صافي انت شحال مشى حوز على بلادو وجا عندنا البلاد صافي لهنا ربطناه وناكلوه شوف واش دارت بنا تاعو صافي بلادنا ماشي غير الحراقه يجي يروحوا يحرقوا يجوا عندنا غير الكحارج يجي عندنا الحوت يجوا عندنا النصارى يجوا عندنا الكفار كاع يجوا عليك القوت تاعو كيفاش وتحيا الجزائر القوت تاعو كيفاش القوت تاعو كيفاش والله مازال واحد ناكلو اليوم والله ماشي عارف واحد ناكلو ما هذيش عارف انا قلت لك شفناه وقرينا عليه قراو عليه فلا وما قراو عليه انا نسمع ونقول واش وين وين عايش وين متربي وين قلت لخاوتي هذا العوج يعيش في اليابان بلادو استرالي يعيش في اليابان يدخل البحر الاحمر ومن بعد يدخل هنا عند خاوتنا المصريين ومن بعد جا للجزائر بعد على ليبيا ودخل عندنا للجزائر صافي يحب الجزائر ان شاء الله هنا ان شاء الله يولد هنا عندنا ويقوى منه وهذا جاب ربي مدحو هذا وما جاب ربي خلعوهم هذا فيه لحم بزاف ايه فيه لحم قهوه جاب ربي خلعوه ربي يعلم وانا واش علمونا علمناكم وش راه نبقاو غير نتعلموا الدنيا هذه تعلموا ربي قال لك تعلموا تعلموا ماشي ماشي نهضروا تعلموا عبد الحق اه عبد الحق عبد الحق مسكين راه راقد هكذا خاوتنا باخي عبد الحق باخي هذه معلومه صافا بيله صافا الشعب الشعب تاعنا عنده معلومات ما عنده عميم واحد هكذا انا ندينا ما عندي سي جوجل انا ندينا العلم اللي عنده سي جوجل ونتعلموا ان شاء الله ونعرفوا اش كاين في الدنيا هذه تاع اللي خلقها ربي سبحانه واش كاين في الارض هنا كاين في البحر بصح الحوايج هذو يتبدلوا لنا واحد الحوت واحد يقول لك كذا الليموم كوبلي مع الكان مع الصور ما كاش منها سوي شبه سبحان الله لا ما يشبهش كل حاجه يشبهها ما كاينش تقول ليمون كوبلي مع كناري ليمون ليمون كناري واش صابره صورة هذا الصونير تاع الجا تاع الجابون حق عندنا الجزائر جاي من البنيان انا جاي نجينا ناكلو هذا ما يبنيش صافي خاوتنا ها كل حاجه كاينه في الجزائر صافي حنا اللي ماشي مليح ولا ما جا وقال حنا هنا وقال حنا ماشي مليح انا بلادنا فيها كل شوف بعورنا واحد الفيديو تاع الكيوي في الجزائر نغارسين في الجزائر كيوي اللهم صل على النبي شوف جنان تاعو مشارجي بالكيوي بندق واسمو بيستاش بيستاش والله غير خاتي انا في تيال كاين بيستاش بلادنا هذه والله خاودنا صدقوني بربي قول حاجه تجي فيها تقول لك قلت لكم انا مسقيه من الشهداء يقولوا ما كاش منها هذه بلادنا مباركه من عند ربي سبحانه وتعالى هذه البلاد مباركه ورانا عايشين فيها انا عايشين ب 99 هذا ما لحقتش ال 100 بارك على ربي كاين 99 باش نكونوا على بالكم خاودنا حنا نجرو باش نقبلوا 100 وما نوضروا مع الدنيا ونروحوا ربي بعثنا 99 بركه هنا بالارض تاعو انا نعيشين بها وايش قصيه بعثنا وحده وخلى 99 خلى 99 هنا حوس على ال 100 ايه بعثنا وحده حنا نحوسوا على ال 100 حنا 99 عنده الفوقه وحده نتبركوا بها لنا حنا نجيو باش نقفلوا 100 يا ال 100 يجيك خاودك يجيك ال 100 الضراب ما نسحقوها من الماكله ما نسحقوها نشبعوا كاع واعره ما ديك واعره خلينا نعيشوا غير وحده نعيشوا وقاسمين الحمد لله ربي على الصحه واش كاين نقولوا هنا الصحه ما تنساش تكون لي زافار غاليين الدجاج غالي اللحم غالي خويا من استطاع شري تشري تقدر تشري اللحم شري تقدر ما تشريش ما تشريش تقدر ما تشريش ما تشريش ونعيشوا على نعيشوا بالرحمه تاع ربي سبحانه وناكلوا لما ناكلوا الدجاج ناكلوا الجومبو خاودنا كاين جومبو دجاج كاين جومبو لحم على بالي الجزائر فيها الفقراء ما قلتلكش الجزائر كاع مرفع على بالنا وانا نشوف بعينينا انا ماذا بيا نكونوا كاع مستويين شوفوا خاودنا في ليبيا ربي يرحمهم كان بالرزق تاع حمراح كلش خاودنا في المروك فاني بالرزق تاع حمراح كلش صافي خاودنا خمو شويه باللي تلقاو مع ربي ربي قد تلقاو معاه شويه كادوات ربي ربي يحبنا وحنا نحبوه ماذا بينا نخلو حاجه شابه مع ربي عند الدنيا هذه ما ندوش معنا الدراهم ندو كفن ولا صبنا كفن هاو خاودنا في ليبيا مساكين كان اللي مسكين تردم في التراب خاودنا في المركة باش نقولوا علاه نقولوا باللي جاي بالك صرنا كيما هما باش نهضروا باللي احنا مت في دارك مكزز مكرم يدفنوك كان لك بصح هذه نموت الغدره هذه والله ما على بالك واش دريت ربي كاتب لنا نموت احنا ماذا بينا نموت مسلمين ولا اله الا الله محمد رسول الله وان شاء الله بربي كاع كنوا عايشين بيان ولا بيقراو ان شاء الله ربي ينجحكم كاع
المعلمين على بالي تلعبوا مع الاولاد مع التلاميذ، ربي يقويكم عليهم باسكو نتوما كما كان الراس ولا راكم تواكم قدوه تاع كي تخرج واحد تخرجوا عالم ولا تخرجوا طبيب ولا تخرجوا اخرى ربي اجرك عليه ما تخافش كاع صافي. ماذا بيا نتوما حرصوا على اولاد على اولادنا، اولادكم راه معنا حنا في الدار يكونوا اولادنا وكيهبطوا لي يقولوا اولادكم حرصوا عليهم وربي يخلصكم عند الاخره والدنيا تخلصكم. كي ينجحوا الشعب كي ينجحوا الشبيبه تنجح، نكونوا حنا متطورين وشبعين وفرحانين. حتى كي ما ننجحوش حنا كي ما ننجحوش حنا ما عندناش مجتمع ما عندناش مجتمع. انا شوف اليوم زعما في التلفزيون منين داك نشوف واحد مي محوشنا خلاص قرينا عليه كاع وفهمنا كاع الشعب. كاناري لا شي صلاه كاناري لا هذا كاع بغيت يعيش بالجابون بغيت يدخل لاسترالي كارانغ كارانغ شوف يعيش بالجابون شبه الصوره كناري شبه 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 يا شباه يا جابوه هكذا خاودنا الله يبارك سلام انا نسلم عليك هشام الرئيس تاع النابه شيب شي اسمه شيبي شابي خاودنا العنابي تحياتي لكم وربي يخليك خويا هشام والناس على النابه من صغيركم يزاد اليوم حتى الكبير تاعكم ربي يخليكم كاع ان شاء الله وتكونوا انا نلعب نتمتع بكم انا نتمتع بخاوتي وتمتعوا بي انا نهضر واش نعرف. كاينه حاجه واحده اخرى الناس بزاف يتحوس على الكبده تاع سبور والله خاوتي ما يخرجوا انا واحد مشي مسكين عيط لي مشلف ما عنده يمه مريضه ولا تكون يمه مريضه شغل يمه مريضه والله ما تسعى قبلها سبانو واش كنا دايرين انا فين وصوني اليوم والله خاوتنا القمره شوف القمره وين راهي القمره كبيره كاش وما شوف يخرجوا باش تكونوا على بالكم اللي كان يخرجوا من الكرمه هذه حاجه عمر انا ما نبيعها ما نحوز عليها يعطوا لي احباب ربي هنا وصدقوا خاوتنا ان شاء الله تكون كاينه كي تخرج القمره نجيب لكم الكبده حتى ولد منا ومنتعاونوا حنا ما نتعاونوا على البر والتقوى ما نتعاونوش على من العدوان صافي خاوتنا وقول لهم بلي الكبده ما تباعش الكبده ما تباعش غير ما تقولوا بيعها لنا بيعها لنا وتولفوا الناس يبيعوها لكم باسكو انا هذيك ما يقولوش يمدوها لنا هكذا والله ما يبغوا حنا حلوا باش يعطوها لنا كاين اللي حبيب كاين الناس ملاح يمد لك وكاين والله غير تحلل وتحلل باش يعطي لك الكبده هذيك ما تقولش عاد تبيع الكبده الكبده ما تباعش خاوتنا تاع المرض هذيك هذيك تاع المرض يكون مريض ربي يشفينا ويشفي ام محمد كامله وحنا نبغي نبيعو نتاجرو في الموتى هاك راه مريض هذاك اللي يكون عنده مسكين مرض تاعو واعر باش ياكل الكبده هذيك يكون الدم ما عندوش كاع ياكل الكبده هذيك وحنا نبيعو فيها والله خاوتنا غنا اللي بيبيعوا الكبده ماشي نقول لكم كاع بيبيعوا الكبده والله غير ربي يهديكم والله غير ربي هي من الكبده كي تاكلها ما تنقلاش الكبده كي تجيب الكبده اطحنها اطحنها اشربها خضرا هكذا قطعها خليها اشربها خضرا ما تقلوهاش ما تقلوها وكاع ما تدير لكم والو كي تعجب الكبده اطحنها بحبه فاكهه شويه عندنا بولا شويه واشربها المريض يشربها باش ما خدش عليك الدم تاعك على بالي انا هذا قالوا لي الناس باش نقول لكم انا من راسي تقول طبيب انا ماني قاري والو والحمد لله يا ربي الناس يعلمونا ونتعلموا مع الناس انا قال لي طبيب كان عنده بنت مريضه كان يجي يدي ما بغاش يقول لي كاع كي برات بنته قال لي محمد كتبت هذه الصباط هذه فيها تسعه قال لي 100% تاع الدم لا 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 ليم وان شاء الله ربي احنا نوريكم شاورها هنا ونوري لكم هذا يجزاك على كل حال عليه مونداتور ان شاء الله ما كانش يعمل حاليا هكذا خاوتنا شدوا في ربي ونحمدوا ربي على الصحه اللي عطاها لنا هذه وعلى البلاد اللي عايشين فيها شوف يا عمي مهدي لنا بيبليسيتي بيضا نمكولي ديت هذيك خمسه مهدي لنا بيبليسيتي بيضا هذيك خمسه كل ما تجي شعال 100000 عمي قتلوا الشعب هذا قبضوا بالفلوس وقتلوا 100 دينار ديت عليه خمسه عمي مهدي لنا بيبليسيتي اروح تشوفوا يشروا علينا الضحى هاي السلعه شبت عمي والله يبارك هاي سلعه بيضاء هاي لك هاي صومي شو هاي بيضاء صومي لا شو ماشي مدغوله لا تعب الكيلو خاودنا صيادين ما فيهاش الدواء هذه ها شكون جابها جابها عبد الحم جابها عبد الحم هذا جابها كاع شوفوا خاودنا البيضاء رخيص على السردين باش نفهمكم مليح رخيص على السردين السردين 15% ولا دار 12% وهذا 11% باش تفهموا مليح البيضاء رخيص على السردين قول لهم يجوا عندنا انا في الروح حتى تيفالو يجوا يشروا علينا الله يبارك الله فيهم بيضه 100000 هذا اللي يجي يزيدوا انت هذا عندنا من العطاف تاع عيال العطاف زوج ملايين هذا ما عندك هذه زيت محروقه تاع البوابير هاي يبيع فيها بغا يترفع خويا هذه قال لهم احسن حره ماشي هكذا هكذا هاي البيضه عند عمي بولحيه هاي البيضه في الفيرمات كاين البيضه في الفيرمات كاع الشابه كاين في الفيرمات صومين كي تبغي تميل لازم لك كادر فهمين ايوا الله كي نكونوا تيمرفتوا شوف خاوتنا روح قبرنا حنا قلناهم بصومين هذا العشره تاع اللي ما يبغوا هذا نهضر معاك شوف حنا قلت لكم صومين كي تبغي تميل عاد لكم كادر فهمين هكذا شوف فيها صومين روحوا قبرونا معناتها ومن بعد تبغي تميل نبيع لكم كادر فهمين اسلم عليك عبيدين ناس عبيدين خويا ربي يخليك
عابدين فميك مع مرحم داك ايه اي ناس ناس القبلة اخويا تحياتي ليك هاك بالقبلة ولا قبل اوروبا تحياتي لخاوتي كاع 58 ولاية وخاوتي الجزائريين والمراركة والتوازنة والليبيين لكم الغربة تحياتي ليكم منا من بورتا بوهارون ليكم كاع تاعي تاعي تاع المسجد ايه فهمتوا خاوتنا رانا هنايا والله غير سد خاوتي ياكل يا ربي صافي حنا رانا هنا في بورتا بوهارون نخدموا على ولادنا وهذه هي الدنيا لازم واحد يكون خدام يقول شي راقد كي ترقد ما تصورش دراهم خاوتي خدم منا خدم منا خدم منا نجيبوا النهار تاعنا حلايلي ونطلعوا لديارنا خاوتي وشي كل حاجه في شكل الدراري رانا معكم لهنا ياكل في البيضه انا في البورتا بوهارون احنا والكبده الاسبانو ما تتباع كبده الاسبانو ان شاء الله بربي احنا ما نبيعوهاش يكون مريض والله في الدار ما عنديش كان عندي في الدار مدهوه قداوها كاع قالوا لك اذا تعرف تشيكوت اللي داري اللي داري روبو نعرفو تشيكوت قالوا داري روبو مازال جا البوهارون جبو الفريق ها روبو نعرفو قول له خد روبو يخدموا لي داه تشيكوت ابو فريق انا تسمع فيا انت هو على بالي الروبو عنده شحال عنده 10 سنين ما ننساهش كلقت لي يسلم عليك فوزي عزيم بجايه ناس بجايه تحياتي ليكم فوزي خويا ربي بلاين ما جابوش الحوت ما كانش الحوت اللي جاب قوي دار هذيك الزيده هكذا هذه خاوتنا واش غادي نقول لكم تحياتي ليكم والشعب الجزائري كومبلي تحياتي اللي راهو يتامري خاوتي خاوتي تاع خاوتي ناس تيزي وزو سرقتهم هذو سرقتهم قولهم سرقهم 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 هذو يحبوا الحياة صافي اصبر جيلالك شو حكى معك في لاكراس يعرفك ولا ما كاش انا راه في لاكريس هكذا خاوتنا دوك انا رايحين نطلعوا تبع كملنا الهضره كملنا خاوتنا تحياتي القبائل خاوتنا القبائل على بالي القبائل اللي مازال تحكم الشابه وانتم الشابين وما كاينش يحوز حنا الجزائر الديمقراطيه حره خويا تلبس تلبس العبايه تلبس بغيت تلبس تلبس انا عجبوني الجباب تاع القبائل انا بغيت الجباب تاعكم شابين والله يبارك عبد الحق ملدوك عبد الحق ملدوك كبدا علينا كيف بدا يخرج ان شاء الله كيف يخرج كيف بدا يخرج ان شاء الله والله ناس بزاف ديموندي كيف بدا يخرج ولا غير لمينا لكم كاع خلوا لكم هنا يا ريتو شتش كاع درت عليك جامي خويا ايه درت عليك صافي كيف بداك كاين والله ما خلوا على خاوتنا ماذا بينا كاع نكونوا كاع نكونوا بصحه جيده اعداء من القنت للقنت وان شاء الله تكونوا كاع مليح كاع اللي يشوف فيها ان شاء الله يكون مليح واللي ما يشوف فيها ربي ان شاء الله يخلي الجزائر مهنيه وشعبها مهني ودولتنا مهنيه وما نقدرش نتبعوا الوذنين وقالوا هم داروا هم عملوا خلينا من الوذنين هناك راهي. قالوا لا قاعد في السلعه صاحبي راني هنا حمو راه. اه وين حمو ناس تسوي بلادك واش بلادك تقول بها الصحراوي تقرد تقرد. الحاسي مسعود الحاسي مسعود تحياتي ليكم. ديديكاس الناس ورقله. ورقله كومبلي جينيرال من صغيركم لكبيركم. وانا هنا ما يطيحش مو مينو. ناس ورقله تحياتي ليكم. ومينو عمره ما يطيح. لا لا نطيح نطيح ونوض انا خويا ما يطيحش منها. تحياتي ناس ورقله. ناس ويحاسي ناس رويصات الدبيله كاع سمعهم البلدان تعرفهم خويا احنا زايدين هنا في بوهارون نموتوا في بوهارون ما ناكلوش تحيه خاصه من بوهارون ناس ورقله ناس ورقله تحياتي لكم وربي يعزكم على بالي ناس تقول سيدي سليم هذه الهضره شاف مزيد سمعنا صافي خاوتي ربي يخليكم لولادكم ولبلادكم واللي عنده باباه ويماه ماذا بكم ماذا بكم ديك اصل عمي مصطفى عمي مصطفى توهران عمي عمي مصطفى توهران الناس عمي مصطفى عمي مصطفى فرطاس تاع وهران تاع سردينا سردينا تحياتي ناس وهران من صغيركم لكبيركم وخويا مصطفى ربي قال ربي يعزك لاولادك على بالي انسان مطامضة وموضع كي تلاقي الزوجة تاعك جاتكم نفرح ربي يخليكم لينا والفاميليا تاعنا ان شاء الله من الكيروس على كل حال فرطه ان شاء الله تكون قوى الفاميليات ان شاء الله ربي يخليكم لينا خاوتنا كاع اللي يشوف فيا بزاف الناس يشوفونا على بالي ما نعرفوش نقول لكم وتغيروا تقول عليها محمد غير هذيك وهذيك وهذيك اللي نعرفوها نلونسوها اللي ما نعرفوهاش ما نلونسوهاش ناس الشرق كومبلي تيزي وزو بجايه سكيكده الطارف القل كاين بزاف بلادنا كبيره ومخافين علينا بعينيه صافي تحياتي لكم كاع وخاوتي اللي مقابضينا درك حنا رانا قاعدين في الدار تاعنا راكدين اللي مقابضنا الطرق انا قاعد ندير فرونتيير قاعد ندير حاسين تحياتي لكم النساء كما يقول لك رجال خفاء اللي مخبيين ما يشوفوهمش حنا حنا نحسوا بكم نعرفوكم وراكم في الشو يصرى بكم ونعرفوا باش خاوتي العسكر شنو يصرى بهم وحنا خاوتكم هنا معاكم باني معاكم ما عنديش كومبا تحياتي لكم كاع
هاكم مع الطرقان ربي ينصركم على الحق وان شاء الله تكونوا مضوضين وجهنا مسك منا بلادنا وكاع وخاوتي الحمايه المدنيه يعني شوف بكم راكم تخدموا هنا وتجروا هذا مريض هذا دوه لنا وكاع صافي ماذا بيا تكونوا كاع متلحمين كاع لحمه واحده ما ضش هذاك هذاك وهذاك حنا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله شهاده واحده شهادوا بربي بالرسول وبربي صافي هنا متلمين كاع واش خلق ربي واش خلق الدنيا هذه كي الكافر كي المسلم كاع خلقهم ربي كاع من ادم وحواء صافي ماذا بينا وان شاء الله ربي يسرنا على الحق والمغبون ان شاء الله ربي يسترق صراحه يسرح والمريض ربي يشفيه ولا وقعد يقول لك انا ما عنديش الدنيا هذه ما كتعطيك الدنيا تعطيك ابن موسى ربي يهديك انا روح روح تشوف بعينك والله غير ماذا بيا ما شوني انا شوني في البورت ابو هنا شفت عكاي من البابور وريني عكاي من البابور وريني عكاي من البابور شوف ماشي انت تدافع عليهم انا شوف اخزر هنا عكاي من البابور هذو كاع اللي يجيبوا السردين كاين هنا كاين خاوتنا في التيفال والله خويا ما تبلوش الناس شحال يبيعوا السردين غالي موح البوليس قال لك توحشناك خويا موح هاني معاك خويا موح اسمع والله ما تلومش الناس السردين والله راه غالي صدقني بربي راه غالي شوف بابور كيما هذا هذا بابور فيه 12 بحري 15 بحري هذاك شوف فيه 15 بحري درنا كل واحد عنده زوج دراري والله بيت العام باش ياكلوا خبز مع الصباح باش نفهمك عامني ما تعملنيش ما تعملنيش واش غادي نقول خويا هذا البابور كيما هذا هاك شوف هذاك باش داير هذا هذاك اللي من هنا الحوت ماهوش كاين خاوتنا الحوت السردين ما كاش مش عارف ربي علاش ما كاش سردين باش تقول يضرب لي المحلي ماذا بيا انا كنت جيت نبيع سردين ماذا بيا نبيع سردين رخيص ولا نشوف الدجاج غالي الباطنه غالي المدري غاليه ما نلوموش ضرب لي التحدي ماذا بيا انا كنت ماشي ما نظلمش الناس اللي يبيعوا سردين 100000 و200000 روح هبط البور هنا وشوف فقعدنا البرومي ان شاء الله البرومي ان شاء الله يحل الحوت لو دو كون كاين البوكا الصوران كون كاين الحوت قاوي بتيروجي البتيروجي والروجي كون كاين كاع السيفيا القرني كون كاين كاع يعيا الناس يغلوا تاكل الحوت كاين بزاف الحوت يهبط بلا مزيد كنا بلا مزيد هنا وبلا مزيد اللي يجري باش نفهمكم مليح ما نظلموش الناس يقولوا باللي السرد غالي الدوله تشوف الدوله على فربور هنا تشوف كل حاجه تعرفها بحسبها دوك هذا نقول لك هذا اتسلوا الدوله وفيه الدين هذا كذلك شوف صغير هذا معمر الدين هذاك اللي قدامه سبادوني معمر والله غير صدقني بربي غير الناس يمكوا ليا بالدين وان شاء الله بربي على جال والبابر كاينين في البابر ما فهمتش انا هذوك ما فهمتش انا اللي مقابلين لاباش والحوت ماك سمحوا لي ما دخلت لكم شي في الماء في الطريطوار البابر الحوت ما كاش دوك فهمونا هذه المعنى علاكم ديرونا بالبابر ما نسحقوش البابر خلوا هذو البابر ناكل بهم الخبز دوك حنا البابر هذو كاينين كاين هذا بابر هنا هنا غير بابر عندنا 200 بابر غير هنا 200 قاليون غير هنا بلا باخره تاع الشهد تاع الحوت غير هذوك واحد 200 بابر تروح للجبال واحد خاودنا اللي في الجبال تسيبوا البوابه تروح للشرشال تسيبوا القلاين تروح هنا للبازار تسيبوا القلاين والله غير خاودنا وزيد تسقموا في البوابه وما كاينش سردين البور هاد شورج هاد البور ها شوفوا كيف داير البور والله ما جاب لكم تشوفوا بعينيكم لكم تشوفوا بوذنيكم كل حاجه تمشي بالحرف تاعها خاودنا نسحقوا 20 بابور 20 بابور نعيشوا لاباس نسحقوا 100 بابور نجيبوا 200 بابور كل حاجة احنا عندنا بحر واحد عندنا غير البسان اللي راه ما عندناش جوج بحور احنا عندنا هذا البسان اللي عندنا هنا ما عندناش لاطونتيك والباسيفيك عندنا بواد واحد هذا البسان اللي نصيدوا فيه هذا البسان تصيد فيه 40 40 في 40 لمبه ولا 50 لمبه ولا 60 لمبه انا واش نقول لكم وين حوت هذا مسكين حبه سردين نجروا موراها قبل مطارق والله ان شاء الله ربي يفهمنا ونفهموا ونتفهموا خلينا شويه سقموا شويه على بالي انا كبرت خلاص اني عندي عمر 55 خلاص اني راح نموت ولادي انا ما قراوش بغا يتعلموا البحر قال لك نتعلموا البحر عيد قري قرا ولدي قرا باباك كان اغيول بغيت ترجع نشوف كما اغيول ها تبعوا دوك جاي تبعوا باباه بكري كان البحر هذوك ما كانش البحر خاودنا والله غير البحري مسكين البحري مسكين ولا غير خاودنا غير معذروه واش غادي نقول خاوتي نهضر معاك واش نحس انا بكري كان كاين الخير خير ربي كان كاين الحوت هذا البور انا وقت البور الحوت مقيوز هذا الشهر سبتمبر كيما قال الحوت راه مقيوز حنا كنا نفرحوا بهذا الشهر كنا نقولوه اوت اوت ما كاش هذا الشهر نشوف ما كاش الشهر اللي داخل ان شاء الله بربي يكون كاين الحوت الشريطيه شكون كاين الحوت قاعدين معنا الحوت كاين بصح والله غير ما فهمناش كيما تهضروا والله ما فهمناش انا نهضروا وانت هذاك اللي يبيع المسكين بالميزان هذاك
كيما هنا كيما هم هذاك دابا يقول 130 مليحه انا بغينا الناس تفرح انا فرح الناس ياكلوا والله ما يسع الحوت تاع 150 تاع 400 غازي والله ما كاين 400 غازي هو يدير 15% 14% 30 خشينا هذاك 19 18 هذاك الموين الرقيق هذاك كيما هكذا كيما حنا نقولوا تاع كات بلان دولماني غلياني خبزاني هذاك يدير 15% هذوك انت كيفاش دير تبيعوا الناس عذروا هذوك اللي يبيعوا عذروهم هو يعيش في الولاد ويقيد فيهم بصح يجيب البيش ويصور الدراهم اللي يحاول يشريها انا عايش كاين غير بيضه رخيصه برك البيضه يدير 100 كضرب ثاني هما السردين نساوه ما داكلوش ديروا عليه الاضرام ما داكلوش شكون ما كاش على بالي سادين مليح في فيتامين شابه بصح ما كاش هذا خاوتي قويت عليكم وعلى بالي بلي عييتكم توحشوك ثاني وتقول لي هذا صامت او يهضر يهضر ولا بغي نهضر خاوت مع خاوتي لا توحشوك انا والله غير فديت وحشتكم ربي يخليكم ان شاء الله لولادكم الاولى لولادكم ولبلادكم واللي عنده باباه ويماه كبار ماذا بكم ماذا بكم تحافظوا عليهم قد ما تنجموا باسكو على ما يقعدوش معكم دائما وكي تغيب باباك ولا يماك في الدار اللي محاسينها اللي مشايفينها في الدار تخصك يماك ولا في الدار البيلي صحيحه بدا يتكسر راح بدا ديري بالدار زيد يكمل باباك ولا يماك والله غير خاوتنا انا واش غادي نقول لكم مادام راكم عايشين معكم ماليكم عايشين اتهلاو فيهم قد ما تنجم انا با يما خلتني مات في الدمي طرام بابا خلاني صغير قلت ما زال ما تربيت ما درت لهم والو حاجه ما درت لهمش واحد جاع هكذا ما لحقتش تدير لهم والو راح قدام ربي بصح اللي يقولوا عنده والديه ماذا به حافظ عليهم سي بون حافظ على والديك ولا الزوجة تاعك ماشي يقول لك انا الزوجة تاعك ما قيسها لا زوجتك ماني تاج والزوجة تاعك تجي تحت السوكون يا جاية باش تكونوا متربيين كاع تربية واحدة واحد ما يظلم واحد وربي حرم الظلم على روحه ولا يشوف فيها خاوتنا ولا غلطنا معاكم سمحوا لنا ودعوا لنا لينا ودعوا لمالينا كاع خاوتنا لا في ليبيا لا في المروك دعوا لهم كاع بالرحمة واللي مات ربي يرحمه واللي مريض ربي يشفيه وان شاء الله يكونوا كاع مش شايفين من المخ تاعنا تحياتي لكم تلقاو الخير.